سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال في يوم ما: هناك رجل تقي مؤمن من أمتي، عندما يأتي يوم القيامة سيقال له: قم فاشفع، فيشفعه الله عز وجل في مثل عدد ربيعة ومضر. وهذه كناية عن الكثرة. والصحابة الكرام سألوه رضي الله عنهم أجمعين: يا حبيبنا يا رسول الله، من هذا هو الشخص؟ قال: إنه خير التابعين. فقالوا: ما اسمه؟ قال: أويس. فسألوه: من أين هو؟ قال: من القرن. فسألوا: هل رأيته؟ فذكر رسولنا أنه لم يلتقي به قط، أويس عاصره ولم يره كما علمنا. فقال الصحابة: من هذا أويس القرني؟ إذا كان مؤمنا ويحب رسول الله، لما لم يأتي لرؤيتك ولقائك يا نبينا؟ فشرح سيدنا الرسول السبب موضحا أنه لا يستطيع، فعدم مجيئه للرسول لأنه يعتني بوالدته. علينا أن نجده، سنستمر بالبحث، لن نيأس، يجب أن نعثر عليه. أين هو صاحب الأمانة؟ أين هو؟ أيها المبارك، أين أنت؟ أين أنت يا ولي الله الصالح؟ أين سنجدك؟ هيا هيا، السلام عليكم. وعليكم السلام. أين أويس القرني؟ هل تعرفه؟ سمعت أنه راعي للجمال في اليمن. بحثنا عنه كثيراً، لكن لم نعثر عليه. علمنا أنه من اليمن وأنه هاجر إلى الكوفة. هل سبق أن قابلته؟ لما تبحث عنه؟ نحن نحمل أمانة له. هذه الأمانة من سيدنا رسول الله. أتسمحان لي؟ يا أويس، يا لك من محظوظ. ماذا بداخله؟ هاي، تحرك. خلصوا صلاة العشاء يا أخي، تعال. كيف رح نشوف أخي؟ لا تأكل هم، بس انتبه فوت على مهلك.
بعدين فينا نفوت على الجامع إمتى ما بدنا، مانا جريمة، لأنك أنت ما بتصلي ما بتعرف بهالشغلات. لا تخاف أخي، هي مو أول مرة بسرق فيها من الجامع، أنا محترف وساق فيني ولا تقلق. الحقني يلا. منصور لا تخاف. وين التوب منصور؟ قدام. شو نسيت؟ فتح الباب أخي. منصور؟ إيه؟ ليش غارك لهالقد؟ شو المميز فيه يعني؟ لأنه هذا توب الرسول سيدنا محمد عليه السلام. طيب وشو اللي جابه من السعودية على بلدنا؟ احنا شو بيهمنا؟ هو هون. شو لساتك خايف؟ ما طمن الله ما رح يحرقك. شوف ما متت، عادي مثله مثل اي توب، بس هاد التوب غالي، رح يدفعوا لهم كتير ليشتروا. يلا المسه شبك، ما تخاف، قوي لي حالك. يلا تشجع اخي، يلا المسه. شو صار لك؟ غريب، سمعت أصوات. شو الأصوات؟ صوت طلع من هذا التوب. شبك شو جنيت يعني؟ مو موجود حدا غيرنا هون. يلا تعال ناخده يلا. فتحته. يلا امشي. جاي بعد شوي. شو باكل يا؟ انت مريض شي؟ يمكن حاسس بالبرد. شد لي حالك، هلا مو وقته للمرض. يلا هلا بيجي بياخده يحيى ومنكيف بعدين. بلكي كذب علينا. من كل عقلك، مستحيل يعملها. لي كم سنة عم بشتغل معه، بحلف لك بعمره ما خزلني. هلا رح يجي وبيعطينا حقنا وزيادة.
لك وينه؟ ليش تأخر؟ لك شبك انت؟ فيصل شبك عم بحكي معك؟ شو عم تعمل بالتوب؟ هاتو لهون. لك يلا هاتو اعطيني اياه. هاتو الفرسان الفرسان. شبك شو صار لك؟ شو جنيت يعني؟ ليش عم بتخبص بالحكي؟ ركز معي اصحى. مين الفرسان؟ عن شو عم تحكي انت؟ الفرسان الفرسان. يلا قوم اهدى، ما صار شي. اهدى يا اخي اهدى. ليكن وصلوا، ركز. خلص تحصيح. ليك وهذا التوب جبت لك يا أخي، تعرف إنه فيك تعتمد علي. ما طولت. والشاب هذا مساعدي، هي أول سرقة له، فترة ورح يتعود. هالشاب من عنا من الحارة، معتر وشغيل، أنت فيك توثق فيه مثل ما بتوثق فيني بالضبط. مين قال لك إني بوثق فيك أصلاً؟ أخي هلأ مو وقت المسح بنوب. ابني سرقة توب مهم مثل هاد بده ينحكى عنا كتير. بعرف الشاب اللي مثلك هو تهديد دائم. شو رأيك بهالحكي؟ أنا آسف يا أخي. تعرف ما فيني أتركك عايش. هروب يا فيصل هروب. الحو شباب بسرعة خلصوني. واقف عندك ولا واقف؟ واقف. اطلع، بعرف انك هون. يلا تعال يا شطور، تعال عندي، لا تخليني اضطر اقتلك يا ولد. ما الذي حدث؟ أين أنا؟ إنها الصحراء؟ ما هذا الذي أرتديه؟ كيف وصلت إلى هنا؟ لا أذكر شيئاً، لا أذكر شيئاً. كيف وصلت إلى هنا؟ أين علي الذهاب؟ ما هذا المكان؟ من أحضرني إلى هنا؟ أين أنا؟ أين أنا؟ إيه؟ هيا. أين يا رب؟ يا فرسان هاي انتظراه هاي توقفا عندكما هيا قفا خذاني معكما هاي من فضلكما قف يا فارس هاي انتظر انتظر وصلت قفا خذاني معكما هاي قفا من فضلك لا تتركني انتظرا خذاني. من تكون أنت؟ سأرافقكم، لا أعلم، لا أذكر شيئا، نسيت اسمي، والله ساعدني من فضلك. هل أنت غريب؟ لا أعلم كيف أتيت فجأة.
قولا من أنتما؟ لا تذكران شيئا مثلي؟ هل يعقل أنني أحلم؟ لكن حتى في الحلم سأعرف من أنا وسأذكر اسمي. الحياة مثل الحلم، فتخيل أنك تحلم. تذكرت، أجل تذكرت، كان هناك أحد يلاحقني وكان يريد قتلي. لكن من ولما؟ ما الذي تفعلانه؟ وما هذا؟ الأمانة. لما أنت منزعج؟ لم نسلمها. ماذا؟ هل تعلم من أعطانا هذه الأمانة؟ إنه كبير قومنا. ولمن ستسلمها؟ إلى شخص محظوظ جدا. يا له من محظوظ، لم يرى سيدنا ولكنه يعرفه وأهداه أجمل هدية. ما سيأخذه هو حلم لكل أحد. إنسان محظوظ. عمن تتكلم؟ أنت هل تعرف أويس القرني؟ إنه يمني النسب، أقصد الراعي القرني الذي كرس حياته لأمه العمياء وحرم من رؤية نبينا الكريم. هل تعرفه؟ لا أعلم شيئا، لكن شعرت أنني أعرفه. أتمنى أن تتذكر. إذا تذكرت أويس فربما تتذكر من تكون أنت. ما الذي تقوله؟ لا أفهم ما تقوله. أتريد سماع قصته؟ من؟ اسمه أويس. لقد كان راعياً في اليمن، كان دائماً ينظر بعيداً ويفكر. يفكر دائماً بشيء ما، كل يوم هو ينتظر شيئاً ما. أويس! أويس! لما تنظر بعيداً هكذا؟ ماذا تنتظر؟ لا أعلم شيء ما. أرسلت والدتك الماء. Ah!
أمي؟ أين أنت يا أمي؟ 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 ماذا حدث يا أمي؟ أويس؟ أجل أمي، أظن أنني كسرت ساقي. تعالي سنذهب إلى الحكيم. تمسكي. يا بني يا عزيزي انزلني، أنا لست طفلة، أستطيع السير، هكذا ستؤذي ظهرك يا ولدي، انزلني يا أويس، هيا. ستصبحين بخير. أمي هل أنت بخير؟ أنا أعتذر منك، لقد أسقطتك، آسف تعثرت. الابن لا يحمل أمه، الأم تحمل طفلها، هيا 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 أمسكني وساعدني لأنهض، دعنا نسير ببطء. أعتذر، لا يمكن ذلك، لن أسمح لك أن تسيري يا أمي العزيزة. شكرا يا أويس، أنت ابن بار، أنت خير ابن للمرء، لا أحد كرس حياته لأمه مثلك. أمي هيا نهضي. اطمئن يا بني، ستتحسن بسرعة، لا يوجد أي كسر، لقد وضعت المرهم، لكن عليها أن تستريح لأيام. أشكرك. بالشفاء والسلامة. شكرا سيدي الحكيم. إنني مفلس، لكن سأعطيك ثوبي. توقف يا ولدي. تفضل، هذا مقابل العلاج. أنا لم أطلب منك شيئا يا بني، اجمع بعض الأعشاب الطبية لي من أجل صنع المراهم. بالطبع سأجمعها. أرجو الشفاء العاجل لوالدتك. شكرا. العفو. هيا يا أمي، هيا بنا. هل ما زالت تؤلمك؟ لا تؤلمني يا بني، أنا بخير. عزيزي لقد تعبت اليوم، أتمنى ألا يصيبك مكروه، آسفة يا بني. ماذا يا أمي؟ ماذا تقولين؟ هذا واجبي، أنت أمي الحبيبة. وجودي عبء عليك، كيف ستعيدني؟ لا يا أمي، أرجوك لا، هيا لنذهب. سبحان ربي العظيم، سمع الله لمن حمده، الله أكبر. الله أكبر. الله أمي أكبر. دعينا نستريح هنا. أويس. الله أكبر. التحيات لله وصلاته. يا بني إلى أين تذهب؟ أويس يا بني. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله،
يا سيدي الحكيم، قل ما الذي تفعله؟ أصلي وأدعو لله. لله؟ لم أرى مثل هذه العبادة. ألم تعلم يا بني؟ بماذا؟ بالنبي الذي يوجد في المدينة، رسول أرسله الله. من النبي؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يبدأ دينه بهذا القول: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. أريد أن أذهب إليه وأقابله وأرى جمال وجهه الكريم. سيدي خذني معك. يا أويس تعال بني، عد، أين ذهبت؟ يا سيدي بإمكانك. يا أويس إلى أين ذهبت؟ عد إلي، أين أنت يا عزيزي؟ هيا دعنا نذهب من هنا. أويس جئت يا أمي، وصلت. هيا لنذهب إلى المنزل. هيا هيا. إنني متعبة. لا تقلق يا أمي، سأنتبه. يا أبي يا أويس، بني تعال وخذي الإناء. هنيئا يا أمي. حتى الخبز وحده يكون لذيذا من يديك أنت. شكرا. عزيزي أويس، أنت عيناي وكل شيء، ماذا كنت سأفعل من دونك؟ عندما تذهب إلى الرعي أبقى قلقة عليك طوال الوقت ولا أهدأ، لا أستطيع أن أنام من شدة خوفي عليك، وبمجرد أن تعود يهدأ قلبي حينها. كم أحبك يا ولدي العزيز، أرجوك لا تذهب ولا تتركني أبدا. كيف يمكن لي أن أفعلها؟ توفي والدي وأنا طفل، وأنت لم تتركيني حينها، وكنت تعملين وتتعبين لإطعامي، واعتنيت بي إلى أن فقدت نظرك. الآن حان دوري يا أمي، لا يمكنني تركك يا أمي. أمي، هل سمعت ما قاله الحكيم؟ أفكر دائما في كلامه. أخبرني عن رسول في المدينة، ثم قال لي عبارة: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عندما سمعت ما قال شعرت شعورا غريبا في داخلي، لا أستطيع التعبير يا أمي. أريد أن أفعل مثله وأن أصلي، يدفعني قلبي، هل تسمحين لي؟ ربما أسأل الحكيم. الآن بني؟ لا أستطيع الانتظار يا أمي. حسنا، هيا لا تتأخر. سيدي الحكيم، أين أنت يا سيدي؟ هيا افتح الباب من فضلك، افتح. سيدي الحكيم أرجوك افتح بسرعة. اهدأ يا أويس، ذهب إلى المدينة، لا أعلم متى سيعود. ما الأمر يا أويس؟ تعبت والدتك؟ هل ساءت حالتها يا أويس؟ لا،
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. أمي؟ أمي، هل تؤمنين بما أؤمن؟ بالتأكيد يا بني، أؤمن بما تؤمن به. أنا صدقت ما قاله الحكيم. أنا أعلم أن الله هو الإله الواحد وهو سبب وجودنا. أؤمن بالرسول الذي يعيش في المدينة. أعلم أنه رسول خالق الإنسان. بلا شك وبلا ظنون، الله خالقنا ومحمد عبده وهو الرسول. هي ويس ويس. آسف لم أنتبه لك. لم أتفاجأ بذلك، فأنت تنظر هكذا دائما هذه الأيام وتتجول من دون عمل وليس لك نفع. انظر إلى خطيئك، إنهم يبقون هكذا. ربما هم الذين يقودونك، إنهم لا يتركونك. قل، هل تعرف لغة الحيوانات؟ اهدأ، إنني أمزح. نحن سعيدون بعملك،
أهل القرن يشكرون من عملك الآن. لم تؤذي أي من حيواناتنا وحافظت عليهم. هنيئاً لك يا أويس حب أهل اليمن، أنت أفضل راعي. خذ، هذا من حقك، مكافأة. من أصحاب الحيوانات، قلت لك هم أرسلوها. أويس المرتبك، لا تعطي العملة لأي أحد، فأنت تحتاج إلى النقود لتعتني بوالدتك. هل سمعت عن نبي المدينة؟ من؟ إنه آخر نبي، اسمه محمد. من هذا النبي؟ محمد ماذا؟ فقدت عقلك يا أويس من التجول وحيدا، اذهب وخالط الناس قليلا. اطلب المساعدة من اللات. جدتي أنا جائعة، أحضري بعض الخبز لي، أنا جائعة. أعلم عزيزتي، اهدئي اصبري، ستأكلين قريبا، لا تبكي، لا تبكي يا ابنتي يا حلوتي. ابنتي لا تبكي من فضلك، انكسر قلبي، لا يمكنني أن أحتمل. اشربي الماء، هذا ما نملكه فقط يا عزيزتي. عزيزتي لا تقلقي، اهدئي قليلا، سنأكل قريبا. تفضلي. حليب؟ إنه حليب طازج. وخذي أيضا، هيا يا ابنتي. جدتي خذي بعضا منها. شكرا يا ابنتي. وخذي هذه العملة، إنها لك، فلن أحتاجها. أويس، ممتنة لكرمك، شكرا، أنت تساعد الفقراء في المنطقة دائما، شكرا لك. لست من يساعدكم، هو الله، أنا فقط الوسيلة. صلي لله واجعل الفتاة تصلي. إنه الله. الله هو خالق الأرض. أخبرني، هل رأيت وجهه؟ هل رأيته؟ الله لا ترينه. إنني أقصد رسول الله، هل ذهبت ورأيته؟ النبي الذي تحدثت عنه؟ محمد عليه السلام، إنه موجود في المدينة. أجل، هل رأيته؟ لم أراه، سمعت عنه، سمعت باسمه. هل رأيته؟ أرجو أن أراه، لكن مكانه بعيد جدا، امرأة عجوز لن تستطيع السفر إلى هناك، لكن رأيت من رأى الرسول. من هو يا سيدتي؟ من هو هذا الرجل الصالح؟ أريد تقبيل يديه.
صدق الله العظيم. ما الذي تقرأه؟ كلام الله تعالى. جميل جدا. لقد تأثرت به، وكأنه ملأ قلبي، كان رائعا. لماذا البكاء؟ لا أعلم، لكنني أحببت هذا الكلام. هل يمكنك أن تخبرني عن رسولنا الكريم؟ أرجوك. أفدي الله ورسوله بأمي وقبيلتي، إنه حبيبنا، إنه ليس طويل القامة أو قصيرا، لكنه يبدو أعلى البشر شأنا ووقارا. بشرته صافية، لون بشرته كلون القمح، لون عينيه أسود، ويداه باردتان، أسنانه كحبات اللؤلؤ، ورائحته زكية جدا، عندما تشمها تعلم أن رسول الله مر من هنا. توقف. ما الذي هل رأيته؟ قل لي، هل رأيت رسول الله؟ أجل رأيته بالطبع. هل قبلت يدي؟ أجل قبلتها. وماذا قال لك؟ ما كلمات سيدي الكون؟ انظر، أنا لا أعلم من تكون يا بني، لم أرى أحدا يحب النبي مثلك. لما لا تذهب إليه يا بني؟ فأنت تحبه كثيرا وتتشوق لرؤية وجهه، لماذا لم تذهب؟ اذهب لزيارة رسول الله، افعلها أيها الراعي. سلام عليك. أويس يا عزيزي، أنت هنا ولدي؟ لما لا تتكلم؟ هل أنت مريض يا عزيزي؟ لا يا أمي إطلاقا. لكنك تبدو متعبا. لا يا أمي، أنا بخير. يا أويس، أخبرني ما الذي تخفيه يا عزيزي. أويس، قل لي ماذا حدث؟ لما تبكي؟ لا أبكي يا أمي. أيعقل أن تبكي الرجال يا أويس؟ لا تبكي، أنا سأبكي عنك. لا تحزن، أنا من سأحزن عنك.
لا يمكنني تركك هكذا دون فعل شيء. أخبرني بني، تحدث، هيا. يا أمي، أمي العزيزة، أشعر بشوق في داخلي، أشعر بحب، أريد الذهاب إليه، أريد زيارة رسول الله. أمي، هل تسمحين لي؟ أريد أن أذهب إلى المدينة المنورة، هل تسمحين لي؟ أمي، لكن يا ولدي، المدينة بعيدة جدا، ونحن في أقصى الجنوب، والحجاز أيضا، ستسير شهورا. سأراه أعود بسرعة، لن أتأخر، سأنظر إليه ثم ألقي التحية وأقبل يديه وأقول لي أم تنتظرني، وسأعود لاحقا. أمي، ماذا سأفعل من دونك يا بني؟ من سيعتني بي؟ قابلت والدة معاذ، هي ستعتني بك إلى حين عودتي. لو لم تكوني كفيفة كنت سأصحبك برفقتي لرؤية النبي. أتمنى، أتمنى. هل سمحت لي؟ يا بني، قل ما الذي تنظر إليه؟ ولدي أويس، أضعت شبابك برفقتي، لم تتزوج بسبب والدتك، وقمت بالاعتناء بي، لم أحتج إلى شيء بوجودك، كيف يمكنني مكافأتك على ما فعلته لي؟ أمي يا أويس، أنا أوافق، هيا ذهب إلى المدينة، عليك رؤية سيدنا الرسول ثم بلغه تحياتي، هنيئا لك بذلك. أمي، شكرا يا أمي العزيزة. بني، ليحميك الله يا أمي. يا أويس، لا تجعلني أنتظرك، عد إلي بسرعة، لا تبقى كثيرا، وحتى إن لم تجده هناك. حسناً يا أمي، أعدك بذلك، سأرى النبي وأعود إلى هنا بسرعة، أعدك. لا تقلقي يا أمي، لن أتأخر، سأعود بعدما أراه، أنا أعدك. هل ذهب وراء النبي؟ ذهب إلى هناك بسرعة وكأنه يطير.
وبعد الرحلة الشاقة والطويلة إلى الحجاز وصل إلى المدينة، مدينة رسولنا عليه الصلاة والسلام. وجد منزل سيدنا النبي ونظر إليه. ثم وصل عند بابه. طرق باب المنزل وانتظر أمامه. كان قلبه يدق بسرعة في تلك اللحظة. كان واقفاً ينظر بلهفة وبكل حب. فتح الباب فجأة. كانت زوجة الرسول هي من فتح الباب لأويس حينها. أنا أويس، لقد جئت من اليمن، قرية القرن. جئت لرؤية سيد الرسول. استمعت إليه زوجة النبي حتى أنهى قصته وقالت: سيدنا الرسول مسافر، ذهب قبل عدة أيام، سوف يعود إلى المنزل غدا. قالت: عليك الانتظار إن أردت رؤيته. أتمنى انتظار سيدي، هذا صعب، لن أستطيع البقاء. وعدت أمي أنني لن أتأخر وسأعود إن لم أجد، قلت لن أدعها تنتظر. سأعود إليها، أخبر الرسول عندما يعود من السفر، قولي له زارك راع قرني، لقد كان يريد رؤية وجهك. ولن يستطيع، هذه إرادة الله، واطلبي منه أن يدعو لهذا الراعي حتى تتبارك حياتي، وأتمنى ذكر أمي، أنا أحبه كثيرا، أكثر من أبي ومن أمي، إنني أفديه بروحي. Thank you.
وعاد مسرعا دون أن يراه. لم يلتقي رسول الله. هل عاد لأنه وعد والدته؟ متأكد؟ مشى كل هذا الطريق ولم يستطع الانتظار ليوم؟ لماذا؟ ستجد الجواب بنفسك. يا أمي، ماذا تفعلين هنا؟ تعالي اجلسي أمي، هيا بهدوء. يا أويس، أجل، أنا لم أستطع النوم. لم تستطع رؤية رسول الله بسببي وعدت بسرعة إلي لتفي بوعدك لي. اذهب من جديد ولن أمنعك، اذهب لزيارته. هيا يا عزيزي. أشكرك يا أمي. انتبهي لنفسك يا أمي. بالتوفيق يا عزيزي، بلغ تحياتي لرسول الله. بالتأكيد يا أمي. أنت محظوظ برؤية نبي الله. هنيئا يا ولدي. سيدي الحكيم، أين كنت؟ بحثت عنك، قالوا إنك في رحلة. سأذهب الآن، أريد مقابلة رسول الله. أمي لا تمانع ذلك. سيدي الحكيم، ما الذي حدث؟ ما بك؟ أخبرني، لماذا تبكي؟ ما الأمر؟ يا بني، لا يمكنك رؤيته، لن تستطيع، لن تراه بعد الآن، ولن يراه أحد آخر. أنا مستحيل، لن تستطيع رؤيته. ما الذي تعنيه يا سيدي الحكيم؟ ما الذي تقوله؟ سيدنا وحبيبنا رسول الله توفي يا ولدي، توفي النبي. ماذا؟ أنا قادم من هناك، حضرت جنازة رسول الله. أخذت إذن من أمي. يا الله، كان عدد الناس كبيرا جدا، وكان الجميع يبكون علي. رحل حبيبنا عن عالمنا.
لا أحتمل. رحل ولن نراه من جديد، رسولنا وحبيبنا الذي نفديه بأرواحنا لقد رحل. يا الله، بكينا كثيرا. لا، ماذا سأفعل الآن؟ كيف أكمل حياتي يا رب؟ وسيدنا عمر قام بسحب سيفه، هو رفعه إلى الأعلى ثم صرخ. بكينا جميعا ولم نستطع التصديق، وقال من يقول إن محمدا قد مات؟ سأقطع رقبته بسيف الذي ترونه. عندما قال ذلك كان يبدو عليه الغضب والحزن، وبعد ذلك صعد سيدنا أبو بكر الصديق وقال لنا: اسمعوا أيها الناس، من كان يعبد محمدا عليه الصلاة والسلام فإن محمدا رسول الله قد مات الآن. ومن كان يعبد الله تعالى الواحد الأحد فإن الله هو حي ولا يموت. وذكر أيضا كلامه تعالى لنعلم أنه رسول من عدة رسل جاءوا قبله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. هل مات؟ وتركنا غرباء في الدنيا، بقينا وحيدين وسنبقى كذلك. لنا هدف واحد الآن، وهو تسليم هذه الأمانة إلى صاحبها حتى نسعده. أويس رأى سيدنا وحبيبنا محمد. قلت إنه توفي؟ هل تعلم عين قلب الإنسان؟ أمي، خذي اشربي الماء، هيا. أويس يا ولدي الجميل، أنا أحببتك كثيرا، لكنني لم أتمكن من رؤيتك، وأنت أحببت الرسول الكريم ولم تتمكن من رؤيته. هذه حكمة الله، لا تسأل عن السبب. يا بني، سوف أذهب الآن، لقد انتهى وقتي. أمي. بني، أرجوك لا تحزن، سأرى النبي قبلك، سأرى رسولنا في الأعلى، عندما أصل سأقول له: يا نبي الله، سيدي عليك السلام، أرجوك يا رسولنا اغفر لي، أخطأت بحق ابني، كان يحبك كثيرا، كان يطوق لرؤيتك، أراد رؤية وجهك الكريم، لكن لم يستطع ذلك، لقد فشل بسبب وعده لي بالعودة. اغفر لي خطأي. يا أمي كفى، لا تبكي. أمي سامحتك ولست غاضبا، لا تبكي يا أمي. ستراه عيناي في الآخرة وسأتحدث معه، سأقول: سيدي، صلي لله من أجلي لكي أتمكن من أن أرى أويس.
رؤية وجهي. أمي، 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 أمي. تقبل الله صلواتي، إنني أراك. الحمد لله رأيت وجهك يا بني. قبل الله صلاتك أيضا، إنه ينتظرك الآن. يا سيدي، يا رسولنا، يا حبيب أمتك ونور العالمين، عليك الصلاة والسلام. حزن أويس كثيرا بعد أن فقد والدته واعتزل كل شيء في الحياة، ثم ذهب إلى الكوفة. أصبحنا قريبين، سنجده قريبا. علينا أن نسلمه هذا الصندوق، إنها أمانة يجب أن يحصل عليها، وعلينا إيجاده. علينا أن ننجح بالمهمة. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: في راحة يد أويس القرني اليمنى توجد علامة بيضاء. لننام قليلا. سرق الأحصنة، لقد ابتعد. كيف سنوصل الصندوق؟ من الجيد أنه لم يأخذه. سوف نكمل على أقدامنا وسنسلم هذه الأمانة إلى صاحبها. هل أنت صديق رسولنا الكريم أويس القرني؟ أرسل سيدنا السلام لحضرتك. لقد أمرنا أن نحضر ثوبه المبارك لك، تركه أمانة لتأخذه وتصلي على أمته. لست من تبحث عنه،
كنت أتمنى لو أكون هو، لكن أنا عبد ضعيف لست صديق النبي. اسمي أويس ولكنك مخطئ. لا، أنت النبي أخبرنا بمواصفاتك، تبدو تماما كما وصفك هو. أنا عرفتك عندما رأيتك. إنه هو، أنت الشخص الذي نريده، أنت أويس القرني. يا سيدي، رسولنا أرسل تحية لك. يا سيدي، ذكرك رسولنا في أحاديثه. أنت محظوظ، ستأخذ ثوب الرسول. بحثنا كثيرا، الحمد لله. أقبل أيديكم التي أمسكت يد رسول الله. هنيئا لكم برؤية الرسول، هنيئا لكم تحدثتم مع نبي الله، هنيئا لكم سمعتم كلام رسول الله المبارك عليه السلام. أرجوك أخبرني، هل كان الرسول يعرفني؟ أجل. هل تحدث عني؟ وكان يقول هناك راع اسمه أويس في اليمن؟ أنا أذكره ليلا ونهارا، أبكي لأنني لم أستطع رؤيته. وأدعو كل يوم، أدعو أن يكون شفيعي وأن أراه في الحياة الآخرة. أرجوك أخبرني، محمد رسول العالمين، هل سيكون شفيعي؟ هل أحبني؟ لما بحث عني؟ يبدو أنك متشوق لرؤيته. حبك للرسول كبير يا سيدي، ويتضح بكلامك. أويس القرني، الجميع يعرفك، كان رسولنا يذكرك في أحاديثه كثيرا. تحدث عن شخص مؤمن في أرض اليمن، كان يذكر اسمك، كان يقول خذوا ثوبي، ستجدون شخصا يحبني من أمتي، وفي يوم القيامة سيكون شفيعا لأناس كثر، فيشفعه الله عز وجل في مثل عدد ربيعة ومضر. هذا ما قال. أنت من قصدك. قبل أن يذهب النبي إلى دار الآخرة أرسل سلامه إليك. وعليكم السلام ورحمة الله. أرسل أمانة عليك استلامها. هذه هي وصية رسولنا الكريم قبل أن يموت، خذها الآن. ما يوجد في الداخل لك، خذ. هيا تسلم الأمانة يا سيدي، إنها هدية رسولنا، لقد أصبحت ملكك. هنيئا، خذ، خذ الثوب. ليس في الداخل، أنا من سرقه، سرقت الثوب الذي أرسله رسول الله لأويس، أنا سارق الثوب، سرقت أمانة الرسول، سرقت أمانة الرسول، أنا مجرم، أنا يلي سرقت أمانة رسول الله، هي هلأ معي. تعال نحكي شوي، ليك شو رأيك نعقد صفقة؟ تطلع وبتعطيني توب النبي، وأنا بوعدك إني ما قتلك، خليك ترجع على بيتك وتكفي حياتك. طلع طلع يا ولد، بوعدك ما حدا حيقرب عليك.
شو قلت؟ وإلا رح تخلينا نقتلك. رح أوصك بإيدي. شو ما سمعت؟ عم حاكيك؟ طلعوا لا؟ من شو خايف؟ خبرني، ليش عم تتخبى مثل الدجاج؟ يلا تعال، ما رح نزل لك الدم. أنا كلمتي كلمة. يا ربي ساعدني، دخيلك يا ربي، دخيلك، مالي غيرك. يحيى، اجت الشرطة يا أخي، اجت الشرطة. دخيلك يا ربي، ساعدني يا الله، ساعدني. تعالوا. يلا سيدي، ارفع ايديك، ارفع ايديك، ولا ارفع ايديك، يلا روح يا ربي، تعال، يلا تعال، ولا حركة، تعال بسرعة، مكانك انت وياه، ما بدي ولا حركة منكم. ارفع ايديك ولا على مهلك. يلا هو سعيمون سيدي. يلا امشي وراء انت كمان. بسيطة، يلا اطلعوا بلا حكي، ما عملنا شيء، ما بدي اسمع صوتكم، انتوا عم تزعلوا اصلا من هيك ولا بشو عرفتك بسرعة. انه بريء؟ طاو لك؟ ليش هيك عم تعمل معنا؟ طاو بلا حكي، ليش هيك؟ يلا فهمنا. اغفر لي يا ربي، اغفر لي يا ربي، صدقني أنا ما كان بدي أعمل هيك، والله أني أنا ندمان. شو رجعت جبته يا ابني؟ خدني لعند الشرطة يا شيخي، أنا سرقت الأمانة، أنا سرقت أمانة رسول الله يا شيخي، أنا أنا سرقت أمانة سيدي أويس القرني يا شيخ، أنا سرقت أمانته يا شيخ. لست أنت من سرقته، الثوب هو من سرقك. هذه الأمانة المباركة هي التي أنقذتك. هيا هيا يا بني، هيا ضعها مكانها، تعال يا بني، يجب أن تعيدها، هيا تعال، هيا. أرسل سيدنا السلام إليك.
وأرسل ثوبه الشريف المبارك لتأخذه أنت. ارتديه يا أويس وصلي على سيدنا محمد. يا حبيبنا، كيف تذكرت ضعيفا مثلي؟ نبي أرسل إلي هذا الثوب مع جندين مباركين. شكرا يا سيدي. يا ربي حبيبنا، شكرا على هذه المكرمة منك، وسأصلي الآن على أمتك. يجب علي أن أستحق لبس هذا الثوب، سوف تراني سيدي. اغفر لجميع عبادك يا ربي، اغفر لهم يا رب. يا رب اجعلني شفيعا لأمة رسولك محمد، اغفر لنا يا ربي. يا ربي اغفر لهم.